مساء 29 رمضان الموافق لمساء 24 يونيو 2017، وبعد الاتصال من مختلف ولايات الوطن توصلت اللجنة بما يثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وذلك عن طريق رؤية مستفيضة في أنحاء متفرقة من البلاد بلغت 15 شخصا من بينهم عدول. وبناء عليه فإن فاتح شهر شوال للسنة الهجرية 1438 ويوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017 أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركات، وستقام صلاة عيد الفطر المبارك بجامع ابن عباس عند الساعة 9 صباحا بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. عن اللجنة رئيسها القاضي محمد أحمد الغالي.